شموع تربوية. شموع احترقت لتنير درب الأجيال بالعلم والمعرفة. نرفع قبعة التقدير لمن نثر النور في حقول الظلام. شموع تربوية، إعداد وتقديم عبد القادر عماري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعي الأفاضل في كل مكان، نحييكم عبر أثير إذاعة سعيد الجهوية وفي رحاب برنامج شموع تربوية. نحييكم ونرحب بكم من خلال هذا الفضاء التربوي والذي نحاول من خلاله التفتيش في ذاكرة النسيان عن مربين ومعلمين حاولوا على مدار عقود من الزمن تربية نشء صالح وتعليم جيل واع ومثقف. اليوم نقف وقفة تقدير أمام أستاذ فاضل عندما يذكر اسمه تتهطل عبارات الشكر والعرفان من قبل تلاميذ تمدرسوا على يده. اليوم أشعل هذه الشمعة التربوية لأنير درب الأستاذ بوتخيل بومدين، أستاذ مادة العلوم الطبيعية المتقاعد الذي سنستذكر معه مصره التربوية. بداية أرحب بك سي بوتخيل بومدين وأشكرك شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة لنستذكر معا كما قلت المسار التربوي الأكيد الحافل من خلال العديد من المحطات التربوية. أود في البداية أن أتحدث عن تعليمك في يعني بداياتك في طور الابتدائي والمتوسط وحتى الثانوي، هل يمكن لنا أن تلخص لنا هذا المسار التربوي؟ أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة للتعليم الابتدائي درسته كله في بوكتم. أنا ذاك كانت تابعة لولاية سعيدة، كانت سعيدة كبيرة كما كانت سعيدة كبيرة والدائرة هي كانت أنا ذاك البيض. وبعد ما تحصلت على شهادة التعليم الابتدائي كما نقولوا كنا احنا نقولوا السيزيان، سيزيان واش من سنة درست؟ سنة 1970 بالضبط. 1970 إذا انتقلت إلى سعيدة ودرست فيها الطور المتوسط والثانوي بثانوية عبد المؤمن. كانت أنا ذاك عبد المؤمن أيضا تشمل طورين، طور ثانوي والطور المتوسط. معناته درست فيها مدة سبع سنين في عبد المؤمن. في عبد المؤمن داخلي. وبعد قررت في عبد المؤمن راح نرجع درست فيها ودرست فيها أيضا. تحصلت على شهادة البكالوريا علوم طبيعة، أنا ذاك كنا نقوله علمي. سنة 1977 جوان. الله يبارك. طبعا بعد ذلك انتقلت إلى وهران، درست بيولوجي. ثم تخرجت في كانت ليسانس 3 سنوات فقط. 3 سنوات نعم. طبعا السنة الأولى درسناها جذع مشترك، والجذع المشترك كان آنذاك خاص بجيولوجيا البيولوجيا التعليم العلوم الطبية كل هذو كانوا يديروا مع بعض ومن بعد ذلك يديروا التخصص. السنة الثانية نتاعي تعاقدت مع المدرسة العليا للأساتذة وتخرجت يعني بعد 3 سنوات من الدراسات ليسونس بيولوجي. طيب نتوقفوا هنا وبغيت نرجع شوية للوراء عند ما درست في ثانوية عبد المؤمن. تتذكر الأساتذة اللي درسوك في تلك الفترة؟ كاين بزاف الأساتذة، كاين منهم كاين أستاذ يسري كان يدرسنا العربية. هذا جزائري؟ لا لا مصري تقريبا، كانوا غير الأجانب سواء فرنسيين أو الجزائريين كانوا قلال. درسنا بالنسبة للجزائريين درسنا الأستاذ حادي الله يذكره بخير تاع درسنا العربية. وكان أيضا
سي مقدم، ولكن مقدم ما درسناش قاعد تدريس كامل، كان خاصنا أستاذ نتاع العربية درسنا هو لمدة شهر ولا، وبعد جانا كان الأستاذ بدوي درسني التاريخ والجغرافيا. هذا تقريبا هذوما الجزائريين اللي كانوا قلال الجزائريين يعدون على الأصابع. تذكر المدير اللي كان في تلك الفترة؟ بطبيعة الحال كان أول مدير في كنت أنا سنة 1970 كان سي بن ناصف، وبعد ذلك جاء أستاذ الربيب، هذا تقريبا جاء لمدة بلك يمكن 5 سنين ولا وأنا موجود في الثانوية، هذا كان متلمسان. وبعد ذلك جاء مراتي، هذا من تيارت، توفي هذا الله رحمه، بعد دار مدير تربية وتوفي. وبعد ذلك أنا غادرت الثانوية، كي جيت لقيت سي مقدم الله يرحمه هو اللي مدير الثانوي، اللي عملت فيها، ولقيت الأستاذ بشيري الله يرحمه أيضا هو ناظر. أستاذ بشيري، أستاذ بشيري الله هو كناظر، مع العلم أن بشيري هذا في السنة الثالثة ثانوي درسني الهندسة في الفضاء، كان يدرسنا آنذاك أستاذ عراقي يقول له منذر، ومين جينا في الهندسة الفضائية ما بغاش يدرسنا، درسنا أستاذ بشيري لمدة شهر. تذكر الزملاء تاعك؟ الزملاء تاعي اللي كانوا يقراوا معاك يعني، كان أستاذ كان نزراقي، نزراقي هذا مشى راه في ترافو بيبليك، كان عباس هذا مشى تعاقد مع سوناتراك، على خاطر هنا كان بإمكانك تعاقد في السنة النهائي مع شركة وكي تجيب الباك تمشي تدرس. أنا شخصيا كنت متعاقد مع سوناريم، ولكن هذيك من بعد حنا كي دينا الباك هما لغاو هذيك الدراسه في الخارج، وبقات غير سوناتراك اللي ما لغاو لهاش الدراسات، مشى منهم هذا عباس، هذا استاذ عباس. كان استاذ بيدي اللي راه يدرس دوك في الجزائر، هذا كاين ايضا، كاين صادوق هذا دار معلم ابتدائي ومن بعد دار مدير مدرسه. الله هذو انا نذكر خاصه الزملاء اللي كنا متنافسين مع بعض. كاين في الثانوي كاين بركه، هذا بركه دار سيونس اكزاكت ومن بعد درس الرياضيات ومن بعد دار مدير ثانويه، وهذا من ولايه نعامه وتقاعد بعد ذلك، هو ايضا راه الان متقاعد. غامير ايضا احمد خدم بعد في سوناتراك، هذو يعني زملاء. حكينا على جودة التعليم في تلك الفترة، يعني كان المستوى عالي، كان مؤطرين الله يبارك، انت قلت مؤطرين اجانب وفيهم جزائريين ايضا. والله نقدر نقول لك باللي التأطير ما كانش كاع الى درجة انه كيما رانا حنايا، خسرتو حنايا كنا احنا درسنا وفي الثانوي ردونا معربين، وبالتالي كان الأساتذة اللي هما اللي درسونا بالرياضيات والفيزياء ما كانوش قاع متمكنين من المنهاج الجزائري 100%، ولذلك كنا ندرسوا تقريبا مرتين، ندرسوا مع الأساتذة هذو ونعود ندرسوا مع زملائنا اللي كانوا يدرسوا بالفرنسية. كان يدرسهم نوفيال، هذا كان نوفيال إنسان مشهور في الفيزياء، كان فريزنو، كان في سيونس. بصح حنا كان حاجه وحده اللي كانت بالك يمكن كنا فايتين بها الجيل الحالي، هو التنافس، كان التنافس ما بين المعربين وما بين المفرنسين. وكان كنا ما كانش عندنا لي زانال كيما درك بالعربيه، كنا ندرسوا بلي زانال بالفرنسيه، وقليل التمارين اللي فيهم لا ريزوليسيون اللي يعني فيه الحل، كثره التمارين فيهم غير الحل النهائي يعني غير الريزلتا. ايوا تصيبنا متنافسين، كانوا ولاد من فقرهم، كانوا ولاد خاصة ليزانتر، كانوا بيناتهم تنافس كبير. الله يبارك. ولذلك يمكن احنا يعني الحظ ما كانش عندنا كاع اساتذة بالمستوى يمكن المستوى كبير يعني. ولكن كان عندنا روح التنافس كانت كبيرة جدا. وهذا التنافس هو اللي ربما رفع لكم المستوى تاعكم بطبيعة الحال، وخاصة قلت لك المعربين كانت عندهم عقدة باتجاه المفرنسيين، ما يبغوش يقولوا باللي راكم انتم باللي معربين ما تجيبوش زيطة مليح وكذا. النتائج كانت مليحة يعني كانت مقبولة، مليحة في آنذاك ماشي كيما أكيد أكيد كان القسم ثم كي ينجح منا 50% يعني نقولوا باللي نسبة نجاح كبيرة يعني. جدا في 77 ديت الباكالوريا احنا نجحنا، كنا بالك حوالي 24 بالك نجحنا احنا 12 ولا اللي دينا الباكالوريا. بعد ذلك كما قلت يعني تنقلت للجامعة مشيت لوهران ندرس بنية أنه
انا من كنت باغي نمشي لما كنت باغي نتعاقد مع هذه سوانارا كانوا باغيين يديروا انجينيورا اون جيولوجي في الخارج، ومن بعد هما كيرسلوا لنا قالوا لنا باللي هذه السنه ما راهم لغاو لنا التكوين، قالوا لنا يمكن ديروا التكوين العام الجاي ولا روحوا درسوا هنا في الجامعه الجزائريه ومن بعد نشوفوا. احنا كنا ذاك ما كناش نعرفوا الامور كيما دوك كنت تلقى تلميذ تاع ثانوي يعرف الامور تاع الجامعه أكيد. احنا ما كناش نعرفوا، مشينا كي مشينا قالوا لنا نتوما كي باغي ديروا جيولوجي خصكم ديروا عام ديروا عفوا 6 شهور ديروا ترونكوما بيولوجي جذع مشترك بيولوجيا. مشينا قعدنا نديروا في البيولوجيا، كي بغينا نديروا بيولوجيا لقينا كان زميل علال، هذا راه استاذ درك علال هذا، وكان واحد السيد يقول له ورداس هذا راه مشى راه الخارج، كان السيد طالبي اللي راه دكتور في الجامعة، كان حثابيتي عبد الرحمن، هذو كانوا يديروا جيولوجي. كي لقيناهم قالوا نصحونا باش إذا كان ممكن ما نديروا جيولوجيا، لأن الجيولوجيا كان فيها مشاكل في التأطير وإلى آخر ذلك، لذلك تخلينا على الجيولوجيا وبقينا في البيولوجي. كيف كملنا معظم احنا كنا بالك الدفعة بالك يمكن فيها كانت فيها حوالي 120 ولا في جامعة الثانية، معظمهم داروا ميتسين، اللي دار شيردون اللي دار، احنا اختارينا الطريق اللي يمكن الاقصر، ومن جانب مادي ايضا ما كناش ملاح درنا تعاقد مع الوناس وقرينا باش على اساس كان بامكاننا نديروا الطب ولا دير اي حاجه، ما كانش كان بامكانكم حتى الطب يعني ما كانش لا ما كان الترتيب تاعنا مليح داير احنا كملنا عادي ماهوش. نعم طيب بعد هذه الدراسات العليا بديت المسار المهني تاعك، كيفاش بديت هذا المسار هذا؟ بعد ذلك باعتبار اني كنت متعاقد مع الوناس عينوني مباشره، عينوني في معهد التكوين الاساتذه التعليم المتوسط مجاجي، هذا كان انذاك يخرج هذا. جيت المجاجي كان مركز تكوين، كان معهد تاع تكوين المتوسط، واللي راه احمد مدغري كان تاع التعليم الابتدائي، التعليم الابتدائي انا كنت في التعليم المتوسط. جيت على اساس مدرس، درست حوالي يمكن 20 يوم ولا ما هكذاك بالعربيه، ومن بعد القسم تاع المفرنص ما كان عنده ما كانش الاستاذ، جاوني قالوا لي اذا كان تقدر درست الماده، درست الماده بيولوجي اون فرونسي. بيولوجي كان من بينهم استاذ راه استاذ تعليم متوسط زدور، زدور كان رماس هذا اللي راه دوك يدير كان يبيع لي جورنو، سي رماس نعم سي عبد الكريم، دوك هو خطا التعليم، هذو كانوا مسعيده، والاخرين كانوا من البيض من الخاش، كانت التكوين كان قلت لك الولايه كبيره كبيره. بعد هذا درست عام لمده عام مده سنه، ومن بعد كان يمكن نقولوا هو كان زميل وتلميذ في نفس الوقت. السنه الثانيه تاعي كان استاذ غزلي الحبيب ربح المعهد جاي درس، معناته يدرس عندي هو في نفس الوقت هو كان زميل هو كان زميل، كان زميل. أنا فوق على بالك يمكن شي 3 سنوات ولا فقط من ناحيه العمر، خاصه كي تخرجت مولا 23 عام درس. الله يبارك. هو كلي الاخر لقى استاذ بشيري، قال له استاذ بشيري خاصني استاذ تاع علوم طبيعيه، جاني قال لي راه باغيك الاستاذ بشيري باش العشيه تتلاقى انت وياه. مشيت الاستاذ بشيري، كي مشيت الاستاذ بشيري الله يرحمها اعطاني لومبلوا دي تون، قلت له واش كاين؟ قال لي باش درس عندنا، قلت له ديما راني ندرس في المعهد. قال لي لا انت راه عندك السنه الشهاده نتاع الاستاذيه والثانوي خير لك من لما تكون في المتوسط في الـ في الـ في المعهد، وهنا ما يخصك والو. كانت انا ذاك كانت وزاره التعليم الثانوي، وزاره التعليم التربيه والتعليم، وكانت كتاب الدوله للتعليم الثانوي. اي قال لي انا نتكلف بكل شيء، انا نعين نجيب لك التعيين، فعلا هو واسعه، هو جاب التعيين، هو جاب خاش ما بغاش المدير تاع المعهد ما بغاش يسمح لي بالتنقل، يعني ما بغاش يسرحك التنقل الى ثانويه. بعد هو جاب لي كاع افيكتاسيون جديده وتافيكتيت، بدات ندرس وبديت تدرس في ثانويه عبد المنعم. فعلا ونقدر نقول باللي الفضل يرجع له، لو كان كنت بالك يمكن لو كان قعدت في المعهد يمكن ما نبرش بالصوره اللي برست فيها في الثانوي، خاش الثانوي كاين كنت موتيفي، كنت تخدم عندك تيرمينال عندك كذا الى اخر ذلك. هذه واش من عام بديت؟ في السنه الدراسيه 81 82. 81 يعني من سنه 1981 وانت في ثانويه عبد المنعم. مع العلم اني درست قعدت فيها 7 سنين.
يعني قرست فيها سبع سنين. درست فيها سبع سنين ومن بعد من السنة الدراسية سبتمبر 81 إلى غاية جوان 2018. يعني قليل ولقوا أستاذ أنه يعني أغلب المسار الدراسي تاعه كملها في ثانوية واحدة. الأساتذة ربما يتنقلوا بشكل متكرر، لكن أنت من سنة 1981 في هذا الثانوية، أجيال كثيرة وكثيرة جدا فاتت على الثانوية وعلى والله نقول لك باللي يمكن نقول لك باللي ثانوية عبد المؤمن أصبحت جزء مني، بحيث أني كنت لدرجة أنه كي هضروا عليها بسوء ولا داخليا ننظر وما بغيش ننتقل منها، لأن كنت زعما كدايرها ك تحدي باللي لازم نقعد في هالثانوية حتى لو كان في بعض السنوات شوية تقهقرت والنتائج تراجعت شوية إلى كذلك، ولذلك ديتها تحدي وقلت لازم نقعد فيها. وصبحت نقوله جزء مني، ما بغيتش حتى غادرتها هكذا، وكان بإمكاني ندير مدير ولا ندير ناظر ولا، خاطش في قبل كان غير التسجيل نتاع يقولوا القائمة التأهيلية تدير، ولكن ما جاتش في راسي في يوم ما ندير الإدارة. نعم، في هذه البداية هذه في سنة 1981 تتذكر الطاقم التربوي اللي خدمت معاه في تلك الفترة، التلاميذ حتى اللي درستهم واليوم الأكيد اللي راهم اليوم إطارات أستاذ. إيه كما مثلا أنا درسنا احنا كان ثم الأستاذ بشيري الله يرحمه، هو اللي كان مدير ناظر، كان ناظر ومن بعد هو مشى مفتش وجاء الاخر الاستاذ دينوي الله يذكره بخير ثاني هو كان خدمنا معاه، وكان استاذ مشارب ثاني خدمنا معاه كناظر، وكان صادق الله يرحمه سيرفان جنرال يعني حارس عام، هذا كان عليا حارس عام من كنت انا تلميذ وتلحق وعاودت وليت زميله وعاودت وليت زميله في المهنه وخدمت معاه. وكاين بالنسبه للتلاميذ اللي درسناهم نتذكر كثير منهم، كاين اللي راهم اساتذه كاين اللي يصبحوا معايا يدرسوا، استاذ غوثي مثلا على سبيل المثال، نواري الغوثي هذا كان تلميذ يصبح استاذ معايا في نفس الماده لا في ماده الفيزياء في نفس الثانويه. الله يبارك. كاين استاذ مدني عبد الحق كان معايا في الثانويه درسته كتلميذ ومن بعد ولا استاذ في نفس الثانويه تاع الفيزياء، ومن بعد مشى بروفيزور يعني مدير ثانويه في وهران، حاليا راه مدير تربيه في مدير تربيه في تيارس على ما اعتقد. كاين استاذ مراحي ايضا درس عندي هذا اللي راه يدرس الرياضيات، استاذ بومديان كاين بزاف. الله يبارك يعني شيء جميل انه التلميذ الدرس بعد يصبح زميل. كثر اللي نذكرهم بزاف الاساتذه بحكم اني قعدت معاهم، وكاين اخرين يمكن ما حبيتش نذكرهم احنا اليوم المجال يمكن كان اللي ما قعدتش ما صحليش نقولوا مثلا ما كانش عندي فرصه ما عرفتش وين راه درك حاليا. كاين اللي راه في الارمي، كاين اللي كاين واحد استاذ يقول له كاين واحد التلميذ يقول له جيب لي لقيته مره قال لي اوفيسيي، كاين مصطفى كاين بزاف هذو اللي راهم. بقيت في هذه الثانوية سنوات وسنوات. أنا بغيت يعني نركز على ثانوية عبد المؤمن، هذه الثانوية يعني الكبيرة في مدينة سعيدة، ثانوية عندها عراقة عندها تاريخ، كانت معلم من معالم التربية هنا في ولاية سعيدة، لكن كما قلت النتائج تراجعت بعد ذلك. أنت عشت الفترة اللي كانت فيها الثانوية مزدهرة والثانوية اللي شهدت تراجع نوعا ما، كيفاش تفسر هذا التناقض هذا؟ والله شو هو انا بالنسبه لي بالنسبه للثانويه كاين عده عوامل خلاتها شويه النتائج تاعها ما تكونش مليح. كاين التقطاع الجغرافي اللي راه يجيها مع احتراماتي لهذه المؤسسات، وكاين يجوها زمان كان يجيها من براشمي هذا دوك حاليا ماشي جهه، اذا التقطاع الجغرافي ايضا يلعب دور كبير جدا. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني انا شخصيا راني نقولها شحال من مره، نقول باللي لازم ومع احتراماتي لزملائي نقول لهم باللي لازم السنه الثانيه تزير السنه الاولى معليش التلميذ انتقل من طور تعليم لطور تعليم اخر مرحله لمرحله، ممكن نكون شويه متساهل ممكن نكون، بصح السنه الثانيه لازم يكون صارم جدا، لازم النقطه نتاع التقويم مستمر ما تكونش هي احيانا هي اللي تدير لك الخلل. احيانا كيف التلميذ مثلا يجيب نقطه في
في الامتحانات الرسميه يجيب زوج ولا ثلاثه ومن بعد في النقطه المستمره 18. وحاليا النقطه المستمره على بالك باللي زمان كانت الاختبار كان 60 دوك حاليا راه غير 40 دوك النقطه المستمره راه عندها دور كبير جدا. أكيد أكيد. قلت لهم باللي زعماك لازم التلميذ في السنه الثانيه نكون مع زيار مع احترامه الاساتذه ديفوا تدخل العاطفه يدخلهم الراتراباج ممكن كون تسقسوا كاع اللي دخلوا الراتراباج تقريبا راهم يفوتوا للدوزيام. اكيد اكيد. وكاين عامل اخر ايضا اللي هو عامل ما قعدش الصرامه زمان كان كي تغيب باش تدي بيي دونتري وبعد تدي ورقه الدخول يلق لك فوس ليفي دو ماتا والله العظيم تقعد تحلل باش يلق لك الاولياء والاولياء حتى الاولياء كانوا يلعبوا دور كبير يعني كانوا تخيل انت دوك عبد المؤمن ثانويه كاع بهذاك ما عندهاش سيرفا جينيرال لحد الساعه بالك راه يمكن في شحال من عام بدون حارس عام تمشى بدون حارس عام اذا يلق ثاني الطاقم التربوي يكون مع الطاقم الاداري. انا نقول لك باللي حتى الاستقرار تاع غير الحارس البواب عنده دور كبير جدا. حنا زمان والله كنت كي تجي داخل كان حياة خراف الله يرحمه يعرفك باللي انتر ومشي انتر. حنا كنا دي فوا نسكيفو يعني نخرجوا بصوره غير رسميه مع لي زيكستر نوجو داخلين معاهم دي فوا العساس يعرف باللي انت انتر يقول لك انت وشك جاي دير. هذا لذلك هي كاين عده عوامل انا نذكر منها نقدر نقول لك باللي ذو ثلاث عوامل كانوا عندهم دور كبير في تقهقر النتائج. في عامل اخر وربما كنت تنتظر انك تقوله لي اللي هو قضيه تكوين الاساتذه خاصه تحدثوا على ماده العلوم الطبيعيه. والله هي عاد نقول لك باللي الاساتذه يمكن عاد نقولوا باللي مازال كاين اساتذه ماشي كاين اساتذه بدون اي مجامله كاين والله اللي خير منا هذا الشباب يبحثوا يعرفوا ولكن كاين حاجه واحده اخرى يمكن هما عندهم اقل منا. احنا كان عندنا روح التعاون مع بعضنا البعض. شوفوا احنا كنا يعني روح المجموعه عمل جماعي عمل جماعي وكنا احنا يا والله العظيم كنا نخرجوا في هذيك الراحه نتاع 10 دقائق ما احنا ما كناش احنا بعد علوم طبيعيه والفيزياء ما كناش نمشوا للساحه ما نمشوش قاعه الاساتذه نقعدوا في المخبر. كان حياة قروج الله يرحمه هذا كان مخباري نتاع فيزياء وكان سيمولاي الخضر الله يذكره بخير هذا مخباري نتاع علوم طبيعيه هذو كانوا نلقوهم دايرين ثم لاتاي احنا نشربوا لاتاي نديروا كوتيزاسيون نشربوا لاتاي وفي نفس الوقت كاننا ننسقوا لدرجه انه كي تلحق الجلسه التنسيقيه الشهريه والله ما تلقى ما تهضر يعني يوميا ننسقوا. حاليا الشباب هذو نقولوا في بعض الامور يمكن يكون معلوماتهم احسن منا ممكن علاش لان الوسائل احسن منا كاين وسائل التواصل الى اخره ولكن العمل الجماعي نقدر نقول شويه اقل والحرص اقل من ما هو موجود سابقا. احنا عملوا زمان غير بلي موان دو بور بصح كان عندنا الحرص. احنا كنا انا شخصيا بعد نهضر على روحي والله جامي اعتبرت باللي التلاميذ ماهمش ولادي عمري في حياتي ما جات في فكرتي باللي انا راني خدام نتاع شهريه وخلاص. عندي دائما باللي هذو ولادي لازمني نوصل بهم وهذو لازم ندير اقصى مجهود لانني نبذل في رساله لازمني ماذا نوصلها ماهيش قضيه شهريه ولا لان كون كان عندنا على الشهريه ولا احنا يوم ما تخرجنا كان بامكانك تمشي لاي بلاصه تمكن كان في الوقت ذاك الوقت تمشي سوناتراك تمشي سوناتراك وين بغيت تمشي. احنا دخلنا للتعليم يمكن في البدايه صدفه ولكن من بعد حبيناه بكل قلوبنا والدليل على ذلك ما انحرفناش عنه ولحد الساعة رانا كان نصيبه نساهمه بطريقة أخرى. وهذا اللي يفسر ربما الحب الكبير اللي يعني بصراحة عندما تنزل صورة الأستاذ بوتخيل بومدين على مواقع التواصل الاجتماعي كم كبير من التعليقات شكر وعرفان الشيء اللي قدمته في ثانوية عبد المؤمن. أنت قلت كلمة أنه كنت نعامل هذه التلاميذ على أساس أنهم أولادي. حبيت نرجع لنقطة الوسائل اللي ذكرتها مادة العلوم الطبيعية تحتاج لوسائل حتى تسهل لك عملية التدريس في البداية أكيد كان صعوبة في إيجاد هذه الوسائل ليس كذلك؟ إيه بطبيعة الحال احنا كان عندنا
المراجع كلها كانت فرنسية. أنا يوم ما تخرجت كل مراجعي كانت فرنسية. فرنسية أنا. كنا نترجمه. الحمد لله كان إنسان متمكن باش يقدر يترجم، لدرجة أنه أنا درست قلت لك باللي عام بالفرنسية في مجاجي. مجاجي نعم. ودرست عام أيضا كساعات إضافية في بوعمامة، لأن الأستاذة نتاعهم كانت جات يسموها أستاذة طراري، جات درستهم إلى غاية سبتمبر أكتوبر، ومن بعد أكتوبر كان عندها كونجي ماترنيتي وكانت داير عندها تنهي العقد، ولذلك جانا اتصل بي الأستاذ منقور الله يذكره بخير، هو اللي كان مدير ثم، كان ديناوي، مشي ديناوي محمد ديناوي الأخ تاعه، هو كان سونسار، جاوني على أساس نمشي ندرس، درست ثم قسم، هذا القسم درسته بالفرنسية، وكان هذيك السنة كانت عندهم نتيجة جدا باهرة، وكانوا من ضمن التلاميذ اللي نذكرهم حليماوي اللي كان هنا فارماسيان ورمشا ليترونجي، وبو عزال اللي راه فارماسيان من نادرة فارماسيان، أستاذ بنعودة اللي راه ذوك في فيديراسيون تاع الفوتبول ولا شيء. إيه سي بنعودة عبد الكريم. هذو ولادي، هذو اللي داو الباك في ذاك العام. الله يبارك. هذو كاين كانون ذو راه يخدم في الولاية ولا. في مديرية شباب الرياضة على ما أعتقد. أيوة هذو الأولاد اللي نحصيهم مليح. الله يبارك. هذو دونك إحنا هذاك يعني هذيك الإزدواجية تاع اللغة كانت مكنتنا باش نكونوا ما نلقوش مشاكل فيما يخص المراجع. وكان عندنا ذاك القيس من حد ساعة راهم يستعملوه سكون لابيل الروترو بروجيكتور، الجهاز العاكس، وكان عندنا هذا الجهاز العاكس دير كان في ليزاسيطات في الشفافية، كاين صورة تاع مع شيما ولا حاجة، وكانوا لي ديابوزيتيف أيضا. دوك حاليا كاين وسائل تطورت، كاين الإعلام الآلي، كاين دوك مام راهم كاين صور أنيمي، ممكن دوك راهم كاين دوك. علاش نقول لك باللي هاد الأولاد راهم أحسن منا؟ أكيد باغي على سبيل المثال يتكلم على تصنيع البروتين، يقدر يتكلم على تصنيع البروتين ويجيب الصور اللي هي أنيمي، ويشوف كيفاش العارنتي يرفض الحمض الأميني، وكيفاش يمشي للراميزة، كيفاش يعني دوك يعني المعلومة تقدر تمدها أسهل بكثير مما احنا كنا تمدوها انتوما. نعم نعم. طيب حكينا عن نتائج شهادة البكالوريا في سنوات سابقة وفي يعني حتى نهاية مسارك الدراسي، ونتحدث على مادة العلوم الطبيعية. طبعا والله العلوم الطبيعية بالنسبة لنجم تقول باللي النتائج في الثمانين، في من الثمانين حتى التسعينات، نحن كنا نقولوا انا ذكرها مليحة، بصح مليحة فيما بالقياس مع ذاك الوقت بالظروف تاعه بالنوعيه الامتحان. احنا كانت قلت لك باللي البكالوريا كانت تجي 50% 60%. دوك حاليا لصعوبه الاسئله ام لامر اخر؟ لا هو شوف ماشي لصعوبه الاسئله، يمكن لصعوبه التقويم. نعطيك مثال، على سبيل المثال احنا زمان كي كان التقويم، كان التقويم مثلا تغلط في سؤال الاول، السؤال الثاني اذا كان متعلق بالسؤال الاول صاي راح لك كل شيء. حاليا لا، حاليا دوك ما كانش طريقه التقويم راه جديده، قال غلط في السؤال الاول مثلا انت حاسبه غير السؤال الاول، السؤال الثاني تبني على اساس انه صحيح وتمشي، يعني عندك فرصه انك يعني تصحح الخطا. دوك حاليا كاين حاجه اخرى نجم نقولوها، دوك حاليا مثلا من يديروا موضوع يدير لك مثلا قال التمرين الاول 5، التمرين الثاني 7، التمرين الثالث 8، بصح داخل التمرين توزيع النقاط ماهوش مبينها لك، يديروها من بعد. هما كي يديروها احيانا تكون تنتظر سؤال صعيب يديروا عليه نقاط كبيره، يديروا عليه نقطه صغيره. نعطيك أنا يعني هذا رايي الخاص، انا يبقى اكيد رايي الخاص. نعطيك مثال بسيط جدا، احنا غير هنا ماشي بعيد في بدايه 2004 2005 2006، كان اللي يجيبوا مونسيون تري بيان، اللي يجيبوا ملاحظة جيد جدا، كانت في بعض الولايات ما كانش يعدون على الأصابع، جيد جدا وفما فوق يستقبلهم كلهم الرئيس، معناته كانوا في حدود عدد قليل جدا. حاليا ممتاز وأحيانا ما تلحقاش. زيد كان جيد جدا يختار عنده خيار واحد، حاليا السنة هذه ممكن جيد جدا ما يديش ميتسين، يمكن ما يديش ميتسين. هذو سنة كان جيد جدا داروها، ومن بعد
داروا المعدل الموزون زادهم علوم طبيعيه صبحوا كما ذاك اللي كان سايز هود وخذاه كان اللي جايب سايز في فعلا. في المعدل العام ومن بعد في العلوم الطبيعيه جايب 11 ما لحقتوش 200 يعني انا يعني يبان لي بصوره اخرى يعني هي ستون ديفالياسيون تاع الباك بصوره يعني انا يبان لي رايي الخاص انا نبقى رايي خاصه مانيش نطعن في هذه الامور ولكن يبقى رايي الخاص من المفروض الاسئله تكون تدرجيه وتكون في الصعوبه وحتى في التنقيط يكون ماذا باش النهار اللي يجيب انا جبت باك جيد جدا نجم ندير وين بغيت ماشي جيد جدا ما عنديش وين نمشي جيد جدا ما عنديش الرغبه نتاعي انا جبت جيد جدا فعلا فعلا يعني انت تحبذ تغيير نمط الاسئله في شهاده البكالوريا يعني لا في درجه الصعوبه برك في درجه الصعوبه ما في درجه الصعوبه وفي وفي توزيع النقاط يعني في سلم التنقيط ماشي الامور اللي سهله تعطيها نقطه كبيره والامور اللي صعيبه تعطيها نقطه قليله اعطي وزع النقاط على حسب الاهميه تاع السؤال وهذا الامر ممكن يرفع المستوى تاع التلاميذ المستوى راه مليح هو المستوى ماشي معنى احنا مش طاعنين في المستوى احنا طاعنين في قلت لك في 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 لا فالور يعني في القيمه تاع البكالوريوس قيمه شهاده البكالوريوس يعني اللي كانت في سنوات سابقه في سنوات سابقه كي تقول 16 دها غير طويل العمر خاطش عليها كانت التنقيط كان صعيب سيفر على درك والاسئله كانت تدرجيه في الصعوبه نعطيك مثال ايضا السنه هذه مثلا السنه هذه معظم التلاميذ ما جابوا خاصه اللي اختاروا الموضوع الاول في العلوم الطبيعيه نقاطهم كانت جدا منخفضه في العلوم الطبيعيه علاه لان في البكالوريا كي بداوا يديروا في السلم التنقيط بداوا مثلا في عطوا اجابه اللي هي اكثر مما يطلبها التلميذ يعني كانهم عاقبوا التلميذ حاجه ما 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 طلبهاش مثلا نقولوا مثلا سبب نعطيك مثال الانزيم لما يرتبط مع ماده تفاعل يشكل معقد مناعي احنا في المقرر اللي مدروس علينا هو تشكيل رابطه مؤقته برك هما طلبوا منهم يحدوا مشي طلبوا منهم السنه باش يعطيه النقطه كامله لازم يتكلم على نوع الرابطه وبالتفصيل كاع انه مشى للبيوشيمي حاجه اللي هي ممكن احيانا الاستاذ يعجز على ماشي حاجه علاه انت راك اذا راك علاه تحاسب تلميذ حاجه ما درسهاش لذلك راك شفتوا السنه كاين اللي جاب 17 في المعدل العام جاب 11 في العلوم الطبيعيه سيرتو اللي اختاروا الموضوع الاول في الصعوبه الموضوع الاول كان اسهل من الموضوع الثاني بصح في التنقيط الموضوع الاول كان نقاطه مسقطه فرافور الموضوع الثاني طيب اذا طلب منك مساعده القطاع التربوي بولايه سعيده في اي باب تختار يعني باب التكوين باب انا النجم عندي زوج بابين نجم ندرس التلاميذ خاصه النهائي بحكم اني يعني البرنامج اللي راني نتحكم فيه بزاف هو النهائي لان الاخرين يمكن شويه نسيتهم على خاطر ما ليس في يعني مده طويله ويمكن ايضا اذا طلب مني نقدروا نديروا ندوات مع اساتذه نتناقشوا على طريقه التدريس ممكن نتناقشوا على تحضير مثلا درس معين يمكن نقدم لهم دروس امامهم يمكن هم يقدموا دروس وندرسوا مع بعضنا ندوات تربويه الى اخره انا مستعد في اي لحظه ومدى لحد الساعه عندي اتصال مع زملائي في الحقيقه مع يتصلوا بك لحد مازال حد الساعه مين يديروا الاختبارات خاصه تاع عبد المؤمن مين يديروا اختبارات في الحقيقه كاع الثانويات كي نلقاهم الحقيقه كثره الاساتذه يسقسوني وعبد المؤمن مازال حد الساعه يرسلوا لي الموضوع يرسلوا لي الحل ويقولوا لي اذا كانش ملاحظه دائما هذه المره كي داروا مثلا الباك بلونس قالوا لي اذا كان عندك ملاحظه قولها يعني في الحقيقه انا مازال ما نقاطش التدريس الحمد لله مازال الحمد لله سي بوتخيل بومدين استاذ ماده العلوم الطبيعيه طبعا الميكروفون امامك كلمه لتوجهها للتلاميذ تاعك للزملاء تاعك للاسره التربويه هنا بولايه سعيده والله اول كلمه نوجهها للتلاميذ تاعي هو اني نتمنى للتلاميذ اللي نجحوا حظ سعيد ان شاء الله واللي نجحوا نعطيهم نصيحه هو ان
في الجامعة ماهيش كيما الثانوية، الثانوية راه باك وراك وامك تنوضك اخوك الاستاذ، في الجامعة راك انت مسؤول على روحك. لذلك ما لازمش تراخي وقال راح ندرس من بعد وكذا، لازمك من البداية تكون مزير روحك وتدرس انت وتحضر المحاضرات، وعلى خاطرش علاش؟ لان كي تفشل ممكن باش تعاود تنوض صعيبة جدا. صعب جدا، هذه الحاجة الاولى. اللي ما نجحوش تمنه محط ساعد إن شاء الله، واللي راهم جايين نتمنى لهم إن شاء الله النجاح. ونصيحتي لهم هما أنهم يدرسوا كل المواد. راكم تشوفوا البكالوريا ما يكفيش، البكالوريا ما يجيب العلوم الطبيعية ولا يجيب الفيزياء ولا راه يجيب بمختلف المواد، لازمك تجيب الملاحظة تكون مليحة، وفوق الملاحظة لازم ذكرهم داروا هذا المعدل الموزون، يعني باش تدير ميتين يزيدوك العلوم الطبيعية، باش تدير مثلا انجينيور يزيدوك فيزيك ورياضيات. لذلك لازم ذوك صباح كل المواد راها متكاملة في بعضها. زملائي نقول لهم هو أنه ما لازمش الإنسان يدير في راسه باللي نوصل. شوف كل ما درت روحك وصلت ممكن يجي نهار يجي التلميذ يجيب لك سؤال يعاود معناتها تلقى روحك باللي ما عندك والو. لذلك لازمنا احنا كل رانا موجودين نتعلموا من بعضنا ونتعلموا احيانا حتى من التلاميذ. والله احيانا سؤال تاع التلميذ يخليك تتعلم، سؤال تاع التلميذ احيانا يخليك تتعلم، تكون داير روحك ما زعمك انت تكون داير كاع عليك ذيك المعلومه ما على بالكش، بصح كي التلميذ يفاجئك بها تمشي تبحث عليها الى اخره. يعني ممكن من التلميذ تتعلم. والتعليم الثاني ايضا ماهوش غير معرفه، التعليم لازمك تكون تعرف الماده، لان فاقد الشيء لا يعطيه لما تعرف الماده. ولازمك ايضا تكون تتواكب عقليه لهذا التلاميذ. التلميذ لازمك تحن عليه، التلميذ ما لازمش تزعف عليه قدام زملائه لان ممكن يعاود يرد عليك. التلميذ لازمك تشعره باللي انك انت الاب نتاعه، والتلاميذ لازم تشعرهم باللي راك تعاملهم سواسيه. لان التلاميذ ماذا احنا يبلوا لنا احيانا ما يفكروش، هما يفكروا يبغوا العداله، يبغوا العداله فعلا. كي يشوفك مركز على واحد، وخاصه اذا كان هذاك التلميذ غير عادي بلاك نقولوا كان تركز على واحد ممتاز ولا حاجه، يعرف باللي الامتياز تاعه هو اللي خلاك تركز عليه. بصح اذا كان مثلا الطبقه اجتماعيه مليحه ولا تركزت عليه ممكن التلميذ ينضر في نفسه. لذلك فعلا لازم العداله تاع التلاميذ، واحنا لازمنا دائما نكونوا متعاونين. طيب مع بعضنا تراعي كل هذه الامور، العداله بين التلاميذ، الحب، تعاملهم كابنائكم، لكن هناك ايضا جانب اخر اللي هو الصرامه. كيفاش توفق بين الصرامه وبين هذا الامور اللي حكيت عليها؟ هو شوف الـ 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 انا كي نقول لك باللي التلميذ مثلا على سبيل المثال ما تكونش قاسي عليه. ماكش قاسي عليه علاش؟ لانك مثلا على سبيل المثال نعطيك مثال بسيط جدا، التلميذ مثلا اعطيته واجب ما دارش الواجب، وجا كي جا قال ما درتش الواجب لاسباب، عطاك سبب ماشي معناته تسونكسيونيه، ممكن تقبل له هذا الواجب، تقبل له هذا العذر، هذا العذر عفوا عطاك عذر تقبل له هذا العذر. بصح مره اخرى يخصك تحصيم ليه، مره اخرى العذر هذا ما لازمش يتكرر. هذا من جانب على سبيل المثال. تلميذ مثلا على سبيل المثال ما جابش مثلا كتاب يخصك تسقسي عليه، بالك التلميذ ما عندوش، بالك التلميذ ما عندهش يشري، خويا خصك تعاود تمشي تسعى عليه. كاين تلاميذ ممكن ما لذلك انت واش انا ممكن نكون مع اولادي منفتح وفي نفس الوقت صارم، منفتح في اطار انه ماذا في اطار هذاك الانفتاح ما ياثرش على السير الحسن نتاع القسم. كي هذاك الانفتاح يقدر ياثر على السير الحسن ثم ماذا يكون السيف. أستاذ بوتخيل بومدين شكرا جزيلا لك، حاولنا أن نستذكر هذا المسار التربوي الحافل معك، كنت سعيد جدا أنني حاورتك اليوم وأشكرك على قبول هذه الدعوة. مستمعي الأفاضل بهذا أصل معكم إلى ختام هذا العدد من برنامج شموع تربوية. الأسبوع القادم الأكيد سنشعل شمعة تربوية لننير درب أحد رجالات أو نساء التربية والتعليم بولاية سعيدة. إلى اللقاء. شكرا. شموع تربوية.
شموعا احترقت لتنير درب الأجيال بالعلم والمعرفة. نرفع قبعة التقدير لمن نثر النور في حقول الظلام. شموع تربوية، إعداد وتقديم عبد القادر عماري.